كتير أشخاص ما بيعرفوا يحضروا السمورز أو بيتلبكوا بطريقة تحضير الشوكولا أو حتى بقلب البسكويت. أنا هلا هعلمكم كيف تحضروها بالشوكولا القابلة للدهن. مشوا معي. منحط على البسكويت الجرام كراكرز نتفة شوكولا قابلة للدهن، ومنحط عليها حبات المارشميلو. على قطعة تانية من البسكويت منحط كمان من الشوكولا القابلة للدهن ومنغطي فيها أول قطعة. منخبزها بالفرن الحامي مدة 3 إلى 5 دقايق لحتى يسوح المارشميلو، نرجع منقدمها. شوفوا ما أحلى شكلها، ريحة الشوكولا بتطير العقل، المارشميلو ساحو صارت جاهزة لتتقدم. جربوا هالطريقة السهلة بالسمورز، أكيد حتحبوها.